عشان مولانا بيبنوا بلدنا، عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه، فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير، عايز يبني بيدو يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير. نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان، قوم ونحدث روحك يلا، لازم تبقى من الجدعان، لازم تبقى من الجدعان، لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده هناخد حضراتكم الى اجتماعات الاي بي اس او ايجيبت باور شو، حدث عظيم جدا بينفذه المجلس التصديري للصناعات الهندسيه لقطاع صناعه الكهرباء والكابلات المصريه، ده بالتعاون مع مشروع تطوير التجاره وتنميه الصادرات المصريه الممول من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه. حدث ما فيش اروع من كده، 32 شركه مصريه موجوده في قاعه واحده، وقدرنا من خلال جهاز التمثيل التجاري المصري القوي اننا نجيب 40 مشتري من 16 دوله. اهتماماتهم منتجات الكهرباء والكابلات والدخول في مشروعات البنية الأساسية في بلادهم. هؤلاء المشترين كانوا في قلب الاجتماعات، والشركات المصرية اللي عددها 32 شركة كانوا بيقابلوهم وبيعرضوا عليهم منتجاتهم. خلي بال حضراتكم، الشركات المصرية ما كانتش ملحقة على الاجتماعات مع المشترين، دول من 16 دولة وكلهم من الدول التي في أشد الحاجة إلى منتجات الكهرباء والكابلات. وعظمة هذه الاجتماعات إن بدأت فيها بالفعل المفاوضات وتحرير العقود والأسعار، يعني من مصر بتصدر ل16 دولة. أتمنى إن كل المجالس التصديرية تحزو حزو المجلس التصديري للصناعات الهندسية، محتاجين اجتماعات وجها لوجه مع المشترين إلى جانب البعثات التجارية اللي بتسافر من كل المجالس التصديرية لأسواق العالم. ندعو المشترين إلى مصر وننظم اجتماعات ليهم مع الشركات المصرية، يشوفوا منتجاتنا ويزوروا مصانعنا ويقابلوا رجال الصناعة. بالتأكيد الأمر سيختلف تماما. من هنا أتوجه بالتحية إلى المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية وكل رجالته في المجلس اللي شاركوا في تنظيم هذا الحدث الهام جدا لصادراتنا المصرية. بجد أتمنى كل مجالسنا التصديرية وعددها 13 مجلس تحزو حزو المجلس التصديري للصناعات الهندسية. من فضل حضراتكم نجيب المشترين لشركتنا المصرية في قلب بلدنا. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. واحنا بنستعد لتقديم حلقات الاسبوع الحالي من برنامج الجدعان، فوجعنا بنبأ وفاة الزميل العزيز على قلوبنا جميعا تامر ضياعي، الفنان الجميل والصوت القوي والصديق الأجمل، واللي بقاله سنوات هو الصوت الرائع اللي بيقدم الجدعان في حلقاتنا بكل قوة وحب. الصدمة فعلا كانت أكبر من احتمالنا. حلقات الأسبوع الحالي هي آخر حاجة أراها الزميل الراحل والفنان القدير تامر ضياعي، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. تشاهدون في حلقة اليوم: فريق الجدعان يشهد اجتماعات قطاع الصناعات الكهربائية مع بعثة مشترين دولية بالقاهرة، والتي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بهدف فتح أسواق جديدة لمنتجات الصناعات الكهربائية المصرية. فريق الجدعان يرصد قصص نجاح مبهرة في قطاعات الصناعات الكهربائية، ويكشف التحديات التي تواجه المصانع في توفير الخامات لزيادة الإنتاج وخفض تكلفته، وذلك حتى يمكنها المنافسة بقوة في الأسواق المحلية والعالمية.
فريق الجدعان يلتقي المهندس أسامة زكريا مدير تطوير الأعمال في شركة الجيزة لصناعة الكابلات، والذي يعد من عمالقة غزو الأسواق الخارجية بمنتجات قطاع الكهرباء المصري. الآن تشاهدون فريق الجدعان يشهد اجتماعات قطاع الصناعات الكهربائية مع بعثة مشترين دولية بالقاهرة، والتي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بهدف فتح أسواق جديدة لمنتجات الصناعات الكهربائية المصرية. الحدث اللي قدام حضراتكم ده عبقري فعلاً، وبيساهم بقوة في تسويق منتجات صناعة الكهرباء المصرية لكل أسواق العالم، لأننا بننافس بقوة في الجودة والسعر، ومصانعنا صروح عملاقة في قطاع الكهرباء وكابلات الجهد المنخفض والمتوسط والفائق والتليفون والكابلات المضادة للحريق. إيجيبت باور شو هو المعرض الثاني اللي بيستهدف تقديم الدعم والمساندة وفتح الأسواق العالمية لمنتجات الصناعات الكهربائية والكابلات، وهي من أهم القطاعات الهندسية في مصر، وشارك فيه حوالي 22 شركة مصرية متخصصة في تصنيع المنتجات الكهربائية والكابلات، وكلها منتجات بتتميز بالجودة والسعر المنافس بشدة. أما فكرة المعرض فهي إن الشركات المصرية بتعرض منتجاتها وتدعو مصر عن طريق مكاتب التمثيل التجاري عدد من المشترين الدوليين المهتمين بمنتجات قطاع الكهرباء، عشان يقابلوا أصحاب المصانع ويشوفوا جودة المنتج المصري بنفسهم ويتعرفوا على الأسعار، وكمان يقوموا بجولات في المصانع عشان يشوفوا بنفسهم خطوط الإنتاج ومهارة العامل المصري. وبالمناسبة المجلس التصديري للصناعات الهندسية هو المنظم الرئيسي لمعرض إيجيبت باور شو في إطار مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات المصرية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وحضروا 40 مشتري دولي من 16 دولة أوروبية وعربية وأفريقية. دلوقتي مع حضراتكم هنقابل الجدعان في قطاع الصناعات الكهربائية المصرية. تعالوا في البداية نلتقي السيدة مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، واللي هتشرح حجم صادراتنا من القطاع خلال العام الحالي، وحكاية إيجيبت باور شو وتأثيره على صادرات قطاع الكهرباء والكابلات، وإزاي بيختاروا بعثة المشترين الدولية. الناس دي مش جاية تتفسح في مصر، دي جاية تتعرف على المنتج المصري وتستورده لبلدها. الحدث النهاردة بيقام بالتعاون مع مشروع تنمية التجارة والصادرات المصرية المول من الوكالة الأمريكية للتنمية. شركتنا المصرية جبنا مشترين من برة، أدي البايع وأدي الشاري، صح كده؟ صح كده. الهدف إيه؟ الدول اللي احنا بنستهدفها من هذا الأمر. النهاردة النسخة الثانية لإيجيبت باور شو عملناها السنة اللي فاتت برضو في شهر 7. احنا عيدنا الحدث نظراً للنجاح اللي قامت بيه النسخة الأولى، لأن لقينا أنه في إقبال على القطاع ده، ومصر متميزة جداً في الصناعات الكهربائية، وكل الدول العربية والدول الأفريقية اللي عندها بروجكتس بتحتاج للبروجكت المصري في قطاع الكهرباء. فعلشان كده احنا النهاردة عزمنا الحكومات دي، وعزمنا حكومات من الكونغو وزامبيا، وفي دول أفريقية ودول أوروبية موجودة معانا، لأن احنا شايفين أن القطاع ده صادراته بتزيد، ويستحق أن احنا نلقي عليه الضوء ونساعدهم في زيادة صادراتهم. بننظم دورة جديدة من إيجيبت باور شو، معنى كده نحن نجحنا في الدورة الأولى المخصصة للأجهزة الكهربائية وأواني الطهي. تمام، صح؟ صح. قدرنا إزاي إن احنا نجحنا؟ هل من خلال حجم الصادرات
الطلبات المصانع اشتغلت عرفنا ازاي. اول حاجه ان الشركات المصريه نفسها بتسال امتى يا مجلس هتعيد لي تاني اي بي اس، امتى هنعمل تاني هاتس، امتى هتجيبوا لي الساده المشترين دول. وساعات بلاقي تليفونات من ساده مشترين ومن سفارات بره مصر، انتوا امتى هتعملوا المعارض دي تاني عشان في بعض المشترين بيسالوا وعايزين يجوا يجيبوا بضايع من مصر. مشروع تطوير التجاره وتنميه الصادرات ساعدنا ازاي؟ المشروع تريد يو اس 8 بيساعدنا في السيلكشن بتاع البايرز، هو جهه استشاريه للمجلس بيساعدنا ماديا واستشاريا، وبيدي كاباسيتي بيلدينج للشركات وازاي يقدر يبيع وازاي يقدر ينافس بره، سواء في السعر سواء في كفاءه المنتج شهادات الجوده المطلوبه، فهو معانا خطوه بخطوه. واحب ايضا اشكر التمثيل التجاري، احنا ما ينفعش نغفل دوره ابدا. التمثيل التجاري كان برضو بيساعدني في السيلكشن اوف ذا بايرز، وكان بيساعدني ايضا في تذليل العقبات في الحصول على الفيز مع السفارات المصريه في الخارج. لازم اشكر استاذ عمرو هزاع كمان، مدير وحده دعم المشروعات التعاون الدوليه برنامج جسور، لان هو برضو كان ليه الفضل في انجاح هذا الحدث، لان جسور دي تاني مره يبقى معانا شريك وهو بيمول الحدث اي بي اس. هو عدد البايرز او المشترين قد ايه اللي موجودين النهارده؟ احنا عندنا النهارده 40 مشتري من 16 دوله عربيه واوروبيه وافريقيه. بنقدر نسجل منتجاتنا في هذه الدول؟ بنقدر نسجل منتجاتنا. وبنساعدهم ازاي كمجلس تصديري؟ ده اهم نقطه عندي. كمجلس تصديري بنساعدهم. انا عملت محول، انا عملت عوازل، انا عملت كابلات، بتساعديني ازاي ان انا اروح اعتمد هذه المنتجات؟ عن طريق السفارات المصريه في الخارج. الحقيقه ما بيتاخروش، يعني شركه الكهرباء الموجوده عندنا في الكونغو، معالي السفير هشام المقرد هو اللي ساعدنا ان هو يدعوهم، ما عرفناش نوصل لهم، هو اللي ساعدنا، هو اللي كلمهم وراح لهم، وهو بيساعد الشركات المصريه ان هي تسجل في الكونغو وتقدر تدخل المناقصات المصريه. فالسفاره المصريه برضو في العراق وفي ليبيا هم اللي بيساعدونا. السفراء في الخارجيه المصريه بقى لهم دور كبير عشان انا اقدر اصدر. والمعارض الدوليه اخبارها ايه؟ المعارض الدولية عندنا في شهر، في ظل ان الدعم محدود جدا، وده شيء مضايقني جدا على فكرة ومضايقنا احنا كمان. ولكن كان عندنا اجتماع الاسبوع اللي فات مع اللواء شريف المواردي رئيس هيئة المعارض المصرية، وهو وعد بزيادة المعارض المصرية، ووعد ان اي معارض يكون عليها طلب من الشركات المصرية ان هو هيطلعها. فاحنا متمسكين بهذا الوعد. حقك تتمسكي، احنا متمسكين بهذا الوعد صراحة من نهاية. ولكن عايز اقول حاجة، في ظل القواعد الجديدة للمشاركة الفردية والمجمعة هتعملوا ايه؟ 5 للمجمعة اللي حاجة. اللواء شريف برضو وعد ان هو، يعني انا بالنسبة لي كقطاع انا عندي 21 سب سيكتور، فما اقدرش في كل معرض اجيب 200 متر، فهو رئيس هيئة المعارض كان متفهم وادانا اكسبشن ان احنا نطلع ب 100 متر مش ب 200 متر، وهم عايزين يقدوا اكبر عدد من المعارض. ده الوعد اللي خدناه من اللواء شريف، واحنا متمسكين بهذا الوعد. استاذ مي حلمي، القطاع الهندسي 21 سيكتور او قطاع تحت المجلس التصديري، صح؟ ما تفرحينا بارقامنا، عملنا ايه ارقام صادرات؟ زي ما وعدتك في رمضان اللي فات ان انا عندي امل ان صادراتنا تزيد حوالي 50% في يناير اللي جاي. احنا لحد النهارده محققين لحد مايو 2024 محققين 31.5% زياده عن العام الماضي. انا لحد النهارده صادراتي 2.2 مليار دولار. عايز اقول لحضرتك ان بعثه المشترين هاتس اللي كنا بنتكلم عليها للتيبل وير والكيتشن وير والاجهزه المنزليه وادوات المائده والمطبخ، ان شاء الله هنعقده في ديسمبر اللي جاي في الرياض في السعوديه، وحضرتك تكون معانا ان شاء الله. علشان السعوديه سوق مهم جدا، احنا اللي هنروح للمشترين، احنا اللي هنروح هناك، وان شاء الله هستضيف المشترين في الرياض. طب هناخد معانا مين تاني بعثات المشترين دي؟ عايزين قطاعات تانية. احنا ان شاء الله المجلس بيخطط ان السنه الجايه نعمل قطاع جديد نجيب له بعثه مشترين زي دي، قطع غيار السيارات، لان مصر عندها النيه وقادره انها تكون هب لصناعه السيارات. ان شاء الله بندرس ان احنا نعمل له بعثه مشترين زي اي بي اس. ركزوا بقى مع المهندس علي الملا، المدير التجاري لشركه السويدي الكتروميتر، وهو شاب يفرح ويشرب بجد. وبالمناسبه هم عمالقه صناعه عدادات الغاز والكهرباء والمياه، ووصلوا بالمكون المحلي في العدادات ل 80%، وبيمتلكوا قطاع مهول متخصص في البحث والتطوير في تكنولوجيا العدادات، وبيصدروا لدول أوروبا وأسيا وأفريقيا بخبرة 25 سنة. ركزوا معاه. وصلنا ليه؟ والله في صناعة العدادات، أو مصر وصلت ليه؟ مصر على فكرة من الدول السباقة في حتة العدادات حالياً. الكلام كله على مش العدادات الذكية بس، العدادات الذكية بالمفهوم بتاعها البسيط هو إنها بتفاسيليتيت أو بتسهل عملية التواصل عن بعد مع العدادات، فأنت تقدر إنك تراقب
العمليات بتاعه التحصيل بتاعتك انك تقرا القرايات بشكل سليم 100% سواء طبعا الكونسيومر بيقدر فعلا العميل اللي هو العادي يقدر انه يشوف الاستهلاك بتاعه ويقدر انه يشحن العداد بتاعه عن بعد عن طريق الموبايل. فاحنا بنؤمن انه هي منظومه متكامله احنا كمصنعين مع الشركات بتاعه التوزيع مع الكونسيومر او العميل النهائي. هي سيرفيس والخدمة لازم تكون متناهية ومتكاملة. بنصدر لكم دولة النهاردة من السويدي؟ هو احنا حاليا مصدرين لتقريبا 50 بلد حول العالم. يعني احنا عندنا في أفريقيا لوحدها ما لا يقل عن مصانع في غانا، زامبيا، إثيوبيا. فتحنا مصنع حاليا بشراكة مع الحكومة في الجزائر دلوقتي حالا، ده ان شاء الله هيكون مصنع بيصنع العداد from A to Z هناك في الجزائر. في المكسيك كنا اول شركة فتحت في المكسيك، وهتستغرب ليه حضرتك اشمعنى المكسيك بالذات، بس هي دخلت امريكا الشمالية ودخلت لاتين امريكا في المكسيك بالكامل، هتكون عن طريق المكسيك ان شاء الله. بالنسبة لاوروبا اشترينا واحدة من اقدم الشركات اللي في اوروبا اسمها ZPA Smart Energy. الشركة دي كانت متأسسة في سنة 1958، بتصدر لدول زي ألمانيا، بتصدر للتشيك، لسلوفاكيا، بتصدر للمجر. فهي احنا دايما بنحاول ان احنا مش بس ان احنا نصدر للدول دي، لا احنا بنحاول نصدر لهم التكنولوجيا، وبنفس الوقت بناخد منهم احسن ما فيهم. في النهاية خالص المنتج بتاعنا ده هو احسن ما هو موجود في العالم كله. انت عندك بالشكل ده كتيبة سوفت وير، سوفت وير وهارد وير وفيرم وير وميكانيكا كمان، مهندسين كده. احنا عندنا مهندسين بتوع بحوث وتطوير. احنا تقريبا بنعيد استثمار 7% من الاجمالي بتاع الريفينيو بتاعنا في البحوث والتطوير. الحياه مش ورديه قوي كده، اكيد عندنا تحدياتنا وعندنا أكيد. المصاعب المواجهه، ورغم ذلك احنا بنحارب وبنقدر نتغلب عليها. صحيح صح؟ صحيح. خلينا اساعدك، التحديات اللي بنواجهها النهارده. بص حضرتك انا شغال في المجال ده تقريبا بقى لي 15 سنه، بحس ان احنا عندنا الكوادر اللي تطلع منتج باعلى مستويات الجوده، بس المشكله هي في ايه؟ ان احنا ما عندناش الفكر التسويقي ان احنا نقول على فكره هو الصين مش بس هي اللي بتعمل المنتج ده، احنا بنقدر نعمله باسعار منافسه، بكواليتي منافسه، هايست ليفلز اوف ستاندردز والهايست ليفلز اوف كواليتي اللي موجوده في العالم كله. المسج دي لو عرفنا نوصلها للشركات بتاعه التوزيع اللي في العالم هنكون احنا فعلا في الرياده، في الرياده فعلا. طب ايه المعوق لينا؟ مش قادرين نوصلها ليه؟ معارض وبنشارك، مشترين وبنجيب، بعصات طرق ابواب بالروح. والله بص حضرتك احنا المعارض زي المعرض ده هو ده بيساعد، يعني يكون انه اصلا يكون في تبادل للكلام ونتوركينج، وان احنا نشوف المشاكل بتاعت الناس، وان احنا يعني نحاول اننا نعرفهم على المنتج بتاعنا. ما دي البدايه، هي دي البدايه الصح. ليه؟ لانه المعارض اللي زي دي هي اللي بتدي لك الفرصه بتاعت انك انت فعلا تتكلم مع الشركات بتاعت التوزيع، تتكلم مع الناس اللي هم المستوردين، اللي هم اللي فعلا عايزين انهم يدخلوا الصناعات بتاعتك او يدخلوا المنتجات بتاعتك المصريه في الاسواق بتاعتهم، وهم الناس على فكره بيرحبوا بالكلام ده. تعالوا بقى نقابل المهندس ميلاد انور، المدير التجاري لشركه مام للصناعات الهندسيه والتوريدات الكهربائيه، وهم بيصنعوا لوحات شنايدر الألمانية وحوامل الكابلات وغرف عزل الصوت للمولدات، وبيمتلكوا مجمع صناعي متكامل في مدينة العبور، وهو بيراهن على جهود إعمار العراق وليبيا وفلسطين وسوريا وثقة الحكومات العربية في المنتج المصري. مهندس ميلاد أنور، المدير التجاري لشركة مام للصناعات الهندسية، احنا متخصصين في الصناعات الكهربائية الهندسية، صح كده؟ احكي لنا تفاصيل بقى، بنعمل ايه وبنصدر فين والمكون المحلي بتاعنا وصل لفين، فرحنا. احنا شركة اسمها مام إلكتريك او مام للصناعات الهندسية. احنا بدأنا من سنة 98، كنا ورشة صغيرة او مصنع صغير في اليوب. بس احنا الحمد لله تطورنا من كذا مكان لغاية دلوقتي احنا موجودين في العبور، مجمع مصانع. المصنع الاولاني هي الاشخاص باللوحات الكهرباء اللو فولتج، الجهد المنخفض، وده ايضا اندر لايسنس من شنايدر الكتريك. احنا سيرتيفايد بانل بدل لشنايدر، بنأسمبل اللوحه وبنضيف شويه حاجات كده خاصه بالادد فاليو بتاعت مام للوحه. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني خاص بالصناعات المعدنيه، مصنع للصناعات المعدنيه، وده بعمل فيه اللوحه بتاعتي انا دي، بقى لوحه مصريه 100%، وده اللي بدانا نشتغل بيه برضه ان شاء الله مع الناس في السوق العراقي، لان احنا رحنا هناك واتكلمنا معاهم، وان شاء الله هيبقى في تصدير للوحات الصغيره دي، لوحات فاضيه
وهم بقى هيركبوا بقى الكومبوننتس اللي على كيفهم. يعني عملنا كمان دلوقتي حاجه خاصه جديده في طريقه الدهان بتاعه اللوحه بتكنيك تاني وتكنولوجيا مختلفه اسمها نانو سيراميك. ده لانه الايد البشريه ما بتبقاش كتيره فيه، فكله عن طريق روبوتس. هيبدا التشغيل امتى الخط ده؟ ان شاء الله ممكن، هو يعني الفرن خلاص بدا يتحط واتبنى، ان شاء الله في خلال شهر شهر ونص يكون في اول انتاج. وانا اقول واحده سلام على الروبوتس باذن الله. اكيد اكيد يا فندم. عندنا النهارده دول زي سوريا، العراق، ليبيا، السودان فيها جهود اعمار مرعبه. حقيقي. مليارات الدولارات بتتصرف. حقيقي. لو ما اتصرفتش النهارده هتتصرف بكره. احنا عايزين نشارك بكم. ايه الشروط؟ انت عايز ايه كمصنع؟ هو الحكايه كلها يعني بعيدا عن انا عايز ايه كمصنع، هو احنا فعلا بدانا، بس هو الفكره في الانفست. بحاول يعني المصنع بيحاول على قد ما يقدر ان هو يخش ماركت زي مثلا ماركت العراقي. لما روحنا فيه السنه اللي فاتت فوجئنا ان الكيبل تري بتاعي او حامل الكابلات بتاعي محترم جدا، لكن المنافسه شرسه هناك. تركيا طبعا. يعني لان طبعا قرب المسافه، تركيا تقريبا يعني مش هقول مستوليه على الماركت، بس هي الـ انا بشحن هو بين العربيه. فالفكره كلها في المواد الخام، برضو المواد الخام هنا غاليه شويه، فده بتخليني وانا برضو مش عايز اقلل الكواليتي. فلكن احنا هو بنحاول يعني. طب بتحلها ازاي لغايه اللحظه دي؟ لغايه اللحظه دي انا بحاول اقلل من المارجن بتاعي، يعني بحاول ان انا اقلل من المارجن على قد ما اقدر، بحيث ان ابقى متواجد هناك ويتعرف الاسم المنتج، فبالتالي اقدر بعد كده نشوف حلول تانية. يا اما بقى نتواصل بقى مع حد في خاص بتصدير في مصر او كده، ونبدا نشوف ايه اللي ممكن الدوله تقدمه لنا تقدمه يعني. وانا متوقع ان في حاجات كتيره الدوله في الفتره اللي جايه او في الفتره اللي فاتت حتى يعني بتحاول انها تزود المصنعين ببنفيتس كتيره عشان يقدر يصدر لبره. والدليل على وجودنا هنا النهارده صحيح، ده جزء او خطوه من ضمن الخطوات اللي الدوله بتعملها. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس خالد فؤاد، مدير التصدير في شركه جلوبال ترونكس لتصنيع العدادات الخاصه بالكهرباء والغاز والمياه، وهم بيستحوذوا على 80% من احتياجات السوق المحلي، وهيشرح فوائد العدادات مسبقه الدفع. ركزوا معاه. جلوبال ترونكس يعني ايه؟ بدأت امتى؟ مصانعنا فين؟ بدأنا ازاي؟ احنا الحقيقه الشركه بتاعتنا ابتدت سنه 98 تقريبا، مقربين على ال 20 سنه تقريبا. ما شاء الله. المؤسس بتاعنا دكتور هاني عسل. دكتور هاني عسل هو دكتور في جامعه القاهره، وهو الراجل طول عمره مهتم بالصناعه ومهتم بان هو يعمل منتج مصري كامل. وحش. صادراتنا فين؟ احنا بنصدر لافريقيا، بنصدر لاسيا، بنصدرنا لاوروبا قبل كده، دلوقتي بندور كمان على البيزنس بتاعنا في جنوب امريكا الجنوبيه، بنكستند كمان الجزء من اسيا الاكبر ناحيه كمان قرب اليابان. احنا لغايه دلوقتي بنصدر في عندنا في افريقيا في اكتر من ثلاث دول، الخليج بنصدر في السعوديه، بنصدر في اليمن، بنصدر في عمان، بنصدر في الاردن، سوري بنصدر سوري في الامارات. والحمد لله احنا عندنا كمان كشيك جلوبال ترونكس بجانب المصنعين الموجودين عندنا في مصر، انا عندي مصنع كمان في السعوديه ان شاء الله. الحمد لله 400 مصنع بقاله دلوقتي داخل على 5 سنين. احنا النهارده الحمد لله من الناس الموجودين في الماركت، ولينا واحد من اكبر ماركت شيرز هناك في السعوديه. في السعوديه الحمد لله. نسبة استحواذنا في السوق المحلي هنا او توريداتنا لكل المشروعات العقاريه في مصر، سواء بقى الصحيه، الاداريه، التجاريه، السكنيه، احنا وصلنا الحمد لله رب العالمين في مشروع المسبق الدفع ده لحوالي 81 او 82% ما شاء الله استحواذ من الماركت المصري. والحمد لله الرقم ده يعني كان بالنسبه لنا مكافاه اكبر من اي حاجه ممكن نتخيلها. شاهدونا بعد قليل. فريق الجدعان يرصد قصص نجاح مبهرة في قطاعات الصناعات الكهربائية، ويكشف التحديات التي تواجه المصانع في توفير الخامات لزيادة الإنتاج وخفض تكلفته، وذلك حتى يمكنها المنافسة بقوة في الأسواق المحلية والعالمية. الآن تشاهدون
فريق الجدعان يرصد قصص نجاح مبهرة في قطاعات الصناعات الكهربائية ويكشف التحديات التي تواجه المصانع في توفير الخامات لزيادة الإنتاج وخفض تكلفته، وذلك حتى يمكنها المنافسة بقوة في الأسواق المحلية والعالمية. لسه مع حضراتكم في الدورة الثانية لمعرض EBS أو Egypt Power Show للصناعات الكهربائية والكابلات بمشاركة 22 شركة مصرية و40 مشتري دولي من 16 دولة. دلوقتي هنقابل قصص نجاح متميزة في قطاع الصناعات الكهربائية والكابلات. تعالوا نقابل المهندس إسلام جودة، الشريك المؤسس ومدير العمليات في شركة سمارت للصناعات الكهربائية، وهيحكي لحضراتكم قصة خمس جدعان اتشاركوا من 13 سنة والنهاردة بيمتلكوا مصنع محترم لكابلات الجهد المنخفض بطاقة 200 طن شهرياً، واسم المصنع سمارت للصناعات الكهربائية. احنا بتوع كابلات صح ولا لا؟ ودي صناعة كبيرة جداً في مصر واحنا أساتذتها وبنصدر كميات كبيرة من الكابلات، درجة النهاردة انت بقيت لاعب أساسي في الصادرات المصرية. حقيقي. سمارت بدأت امتى؟ حكايتها ايه؟ اشمعنى كابلات الجهد المنخفض المتخصصين فيها؟ سمارت بدأت سنة 2020، انتهينا من تأسيس المصنع. على مين المؤسسين؟ المؤسسين خمسة مصريين شباب أصدقاء زي الفوق زي الورد. تقول لي كده احنا زي الورد، احنا كلنا شباب. بدأنا من أكتر تقريبا من 15 سنة في مجال التوريدات الكهربية، ده إدانا معرفة بالسوق التجاري. في سنة 2020 يعني بدأنا تجارة وبعد كده اتجهنا للصناعة. بدأنا تجارة في الأول وبعد كده اتجهنا للصناعة. الصناعة سهلة ولا صعبة؟ لا الصناعة صعبة. الصناعة صعبة طبعا. طيب بدأناها ازاي وجمدنا قلبنا ازاي؟ احنا كنا قاطعين شوط كبير بمعرفة السوق، ايه الاحتياجات اللي بيتطلبها السوق، ايه الاحتياجات من اعتمادات، من التوجه للاستشاريين، ازاي بنعتمد في المشاريع. بس فقلنا دي فرصة كبيرة جدا لينا احنا ان احنا خلاص، يعني احنا اوريدي عرفنا السوق وعرفنا ايه المتطلبات، خلاص يبقى نركز في الصناعة. من هنا بدأت الفكرة ان احنا نأسس مصنع بيشتغل في اللو فولتج كيبل، بيقوم بصناعتها وبيشتغل برضو في صناعة يعني الحاجات الخاصة كلها بالتمديدات الكهربية من الخراطيم والمواسير. ده هيخلينا نقدم حلول كهربية متكاملة من تصنيع وتوريد ودعم فني، هيخلينا نقدر نحط بصمتنا في السوق الصناعات الكهربية في مصر. المصنع عندنا تم تأسيسه على أعلى المعايير الفنية وبالتعاون. طاقتنا قد ايه النهاردة؟ أنا إن شاء الله بإذن الله حلمي إن أنا أوصل ل 400 طن في الشهر. لكن النهاردة؟ النهارده واصلين تقريبا ل 50% من الحلم بتاعنا، يعني 200 طن شهريا. انتاج. النهارده كان عندنا مبادره عظيمه جدا من الدوله، هي مبادره البنك المركزي لدعم الصناعه. تمام. استفدنا منها ولا لا؟ وخطتنا ايه عشان المبادره دي هدفها دعمك كمصنع شاب؟ هي دي طبعا هتكون في خطتنا في الفتره اللي جايه. وكويس جدا ان مصر النهارده بدات تتوجه لدعم الصناعه، بالذات كمان دعم المستثمرين لو هم اولاد البلد وشباب زينا. دي حاجه اكيد هتكون في خطتنا الفتره اللي جايه ان احنا نستفيد بيها. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس احمد عفيفي، رئيس شركه سيجما اي او الواعده في قطاع الكهرباء، وهو بالمناسبه عضو الجمعيه المصريه لشباب الاعمال، وهيكلمنا عن التحديات اللي بتواجه شباب المصنعين. ركزوا معاه. احنا شركه متخصصه في تصنيع المحولات صح كده، ولكن انا عايز اخد حضرتك لحته تانية بعيده تماما. الجمعيه المصريه لشباب الاعمال، شباب كلهم طموح، عاملين صناعه بيصدروا للعالم كله، بيغطوا احتياجات السوق المحلي، عملنا اجتماعات كتير جدا ومحددين التحديات اللي بتواجهنا، والنهاردة عندكم فرصة ذهب. عندنا وزير صناعة برتبة نائب رئيس وزراء، يعني سلطات مطلقة. نستفيد ازاي؟ ايه التحديات اللي قدامنا؟ اول تحدي فيهم الضرايب. انا شايف حضرتك من وجهة نظري متواضع جدا ان انت لو عملت تخفيضات ضريبية بشكل تدريجي هتقدر تجذب استثمارات من بره، ده رقم واحد اللي احنا محتاجينها.
تقدر تعلم المصنعين المصريين على اللونج رون تقدر تعمل صناعات كبيره جدا. هل في كل القطاعات ولا قطاعات محدده حركه السودا؟ لا حضرتك انت محتاج في كل القطاعات. انا بقى اكلم حضرتك انا في قطاع الكهرباء، انا في حاجات كتير عندي ما بتتصنعش في مصر بضطر ان انا استوردها. ليه؟ عشان فيها نو هاو انا محتاجها من بره. طيب انا لو اغريت المصنع بتاع بره ده وقلت له انت هيبقى عندك كذا وكذا 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 وتعالى اشتغل، هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ اشتغل. هيشتغل. فانت النهارده محتاج تخفيضات في الضرائب ومحتاج تخفيضات ان انت في استخراج الرخص، واحنا كمصنعين صغيرين ومتوسطين انا محتاج تسهيلات في ثمن الارض قد تصل الى 20 سنه. يعني انا النهارده بدل ما ادفع الحاجه تقول لي هتدفعها على 3 سنين، طب انا كمصنع صغير او متوسط هدفع 5 مليون جنيه دلوقتي وانا لسه ما قومتش المصنع بتاعي في خلال 3 سنين، ده انا عبال ما هقوم المصنع بتاعي بياخد سنه ونص. فانت لسه بتحط عليا بيردن او بتحط عليا عبء بشكل ما او باخر انا مش هقدر استحمله. انت عايزني ان انا ادخل اشتغل بسرعه، فادخل اشتغل بسرعه، اديني المصنع والزمني قول لي احنا محتاجينك ان انت تحط مكانك في حاجه في كذا في وقت كذا في وقت كذا عشان تبتدي تقوم بسرعه، تمام؟ وان انا اتفق معاك ان انا هزود ليك عليا ان انا اول ما بشتغل ببتدي ازود العماله سنويا من 10% ل 5%. ممكن في سنه الاوامر التوريد عندي تبقى كبيره جدا هضطر ان انا ازود العماله بتاعتي اضعاف اضعاف. يعني خلاص انا ابتديت اشتغل، ده انا بالعكس ده انا هبتدي اشتغل وهبتدي اخد منك حته ارض تاني عشان انا عايز اتوسع. صحيح. فانت النهارده بقيت انت كدوله كسبان. سيجما اي او اخبارنا ايه النهارده؟ والله يا فندم احنا زي ما حضرتك عارف احنا اشتغلنا شغالين في المحاولات، مبيعات الشركه لحد ما زادت، اعتمدنا الحمد لله في العراق كمصنعين، يعني بنحاول ان احنا نحط ستيبس، زائد ان احنا دلوقتي شغالين على برودكتس جديده اللي هي السولار باور برودكتس، بتبقى برودكتس بتوبريتد باي السولار انرجي، شغالين على كل الحاجات. منتجات زي ايه كده؟ يعني زي مثلا محطات اتوبيس، بعمل محطات اتوبيس بالطاقه الشمسيه، بعمل الباركينج سيستم بالطاقه الشمسيه. هل تم اعتمادها في اي دوله من الدول؟ شغالين دلوقتي على في الخليج، بنحاول نعتمد، بس الخليج زي ما حضرتك عارف ليه مواصفات خاصه جدا، ففي شويه ار ان دي لازم بيتعمل في كانجينيرنج وار ان دي وبتاع، وفي حاجات بنشوفها بره برضو. هي دي النقطه اللي بكلم حضرتك فيها، ان انت في حاجات بتدور فيها بره هتلاقي فيها مش موجوده عندك وموجوده بره. فالحاجة دي لو اتنقلت في مصر طبعا هتبقى عن موقفها موقف تاني خالص. الشاب الجدع اللي قدام حضراتكم ده جبار بجد، هو المهندس أنور جوهر، العضو المنتدب لشركة سي بي تي لتكنولوجيا الطاقة المتخصصة، وهو أول مصنع بينتج المولدات في مصر. وبالمناسبة المصنع النهاردة بينتج 2000 مولد سنويا، وبيخطط لإنتاج 10,000 مولد، ورفع رأس المال للشركة لحوالي 600 مليون جنيه. ركزوا معاه. سمعت خبر عجبني جدا. اتفضل. احنا هنرفع رأس المال في سي بي تي الى 600 مليون جنيه، ايه الهدف؟ احنا عائلة سي بي تي بتكبر كل يوم. النهارده سي بي تي بقى عندها محرك جديد موجود في العيله بتاعنا مع يوشاي الصين. يوشاي الصين، يوشاي الصين دول اكبر مصنع محركات بالعالم. موجودين بالظبط، ان خلاص احنا عارفين ان البراندات الصيني بقت انترناشونال براندز. احنا بنتوسع في الانتاج بتاعنا، بنستهدف ان احنا مصنع في المنطقه الحره علشان التصدير، ان احنا نكتر من انتاجنا، ان احنا نستهدف الاسواق اللي بره اكتر زي ما اتكلمنا من الاول، زي ما احنا على نفس الخطه بنفس الاستراتيجيه بتاعتنا. فكان بناء عليه لازم ارفع راس مالي، وراس مالي يترفع من راس مال العامل ان شاء الله يوصل ل 600 مليون جنيه في خلال 3 سنين. طيب الفتره اللي فاتت دي كانت بتشهد بعض انقطاع الكهرباء ساعتين وثلاثه وكلام من ده وتخفيف احمال، عايزين المولدات بتاعت البيوت اخبارها ايه؟ والله يعني حاليا بس بضمانك انت، صيانتك انت، مصنعك انت. طيب خلينا خلي بالك، عايز اقول لك معلومه بس، ان لما بنروح نشتري مولد من وسط البلد ولا شارع الجمهوريه ولا لا في ضمان ولا في حاجه، يعني مش كده. احنا علشان كده حاليا بننتج، يعني في خطوات ان احنا ننتج مولدات 5 كيلو و6 كيلو و7 كيلو لحد 13 كيلو فولت امبير باذن الله، ان هي تشتغل بالبنزين وتكون جوه البيوت، تحط في البلكونة مثلا أو على السلم ما يكونش صوتها عالي، وتكون مجموعة التوليد كلها معمولة عندنا في المصنع بضمننا. كمان كان في نقطة مهمة جدا، إن النهاردة العميل اللي بيشتري المولد وهو في البيت فرد
عايز يروح يجيب بنزين فما بيعرفش يشتري من محطة البنزين، ممنوع ان هو يشتري، انما الشركة مش هارضة يديله. بالظبط كده، لما يكون معاه فاتورة ضريبية بتثبت ان هو مالك لوحدة توليد مولد موجود عنده في البيت، فبالتالي محطة البنزين هتديله البنزين اللي يكفي احتياجه. يعني ورقة الضمان دي تخليه ياخد البنزين، ورقة الضمان، وكمان ممكن نكتب له فيها الاستهلاك بتاع البنزين قد ايه ويستهلك بنزين كل قد ايه. حلوة قوي النقطة دي، فيبدأ ان هو الموضوع يبقى على الاقل في ضمان او في اثبات ان هو عنده مولد، فبيشتري بنزين لاحتياجات المولد في البيت عنده. اقصى قدره جبتوها للمولدات بتاعه البيوت 13 كيلو. ده يولد ايه بقى ولا ينور لي ايه مثلا؟ 13 كيلو ممكن يشغل الشقه كلها مع الثلاجه والتكييف وتكييف واحد مثلا والتلفزيون، بحيث ان حتى فتره انقطاع الكهرباء كلنا نتجمع في الحته دي في الصاله مثلا. مثلا يعني في ممكن ننور انوار البيت كله، حاجه تخفف شويه. الحمد لله القطاع عندنا مش طويله، يعني بنتكلم في ساعه وساعتين. يقدر ان حاجه تعدي، بس ان شاء الله في وعد كمان ان الاحمال دي باذن واحد احد ان شاء الله التخفيف ان شاء الله. انا بشكرك، واحنا عايز اقول لك حاجه، انتوا شباب واعد جدا، حضرتك المهندس ادهم ابو النصر، والا ما كانتش الدوله نفسها احتفت بيكوا، ده انت الرئيس فتح لك المصنع. صح ده ده. الحمد لله، وكمان دعم الصناعه اللي موجود من وزاره الماليه بالقروض، التمويل الفايده بتاعته اقل من فايده البنك المركزي، ده في حد ذاته بيصنع بيشجع الصناعه في مصر. والحمد لله نفضل عند حسن ظنهم، عند حسن ظن الناس بينا باذن الله، ونقدر ان احنا منتجاتنا توصل بره ويكون عليها بكل فخر صناعه في مصر، وتوصل لابعد سوق عندنا باذن الله. دلوقتي هنقابل المهندس مينا دانيال، مدير تسويق شركة فولتا مصر للتكييفات المركزية ومعالجة الهواء، وهم وصلوا بالمكون المحلي في التكييفات المركزية لحوالي 20%، ومحدش يستهون بيها لأنهم بيحاربوا عشان يوطنوا صناعة التكييفات المركزية تدريجياً، ولكن نجحوا في تنفيذ أضخم المشروعات العقارية المصرية وكمان في أكتر من دولة عربية، وبيستحوذوا النهاردة على حوالي 35% من أعمال التكييفات المركزية في السوق المصري. تعالوا نقابله المهندس مينا دانيال، فولتا مصر. احنا متخصصين في التكييفات المركزية، صح كده؟ مظبوط. احنا المعرض النهاردة هدفه ان انا بجيب مشترين عشان يقعدوا مع شركات مصرية متخصصة في مختلف الصناعات، وتحديدا المنبثقة من قطاع الكهربائي، ونقول لهم دي صناعتنا الوطنية وعايزين نفتح الأسواق عندكم. مظبوط. التكييفات المركزية، طب ما أنا هجيبها من دولة المنشأ، هاخدها منك ليه في مصر؟ هقول لحضرتك، إحنا أولاً فولتا مصر إحنا بقالنا 15 سنة في السوق المحلي. الفكرة كلها إن إحنا أوريدي لينا ماركت شير هنا، ولينا ماركت شير في مختلف الأصعدة، يعني سواء في مجال الفارماسوتيكال أو في المجالات حتى الكوميرشال. بجمعها هنا طبعاً وبدخل برضه في الصناعة عندي جزء محلي. يعني انا ما اقدرش اجيب كل حاجه من بره تقريبا 20%، واحنا بنسعى دايما ان احنا نزود النسبه دي. طب لو انا عندي مشروع مثلا في السعوديه، في الامارات، في الكويت، مظبوط، ومحتاج تكييفات مركزيه، ايوه، لو انا رحت استوردتها مثلا من المانيا ولا امريكا، الواحد مثلا وانا محتاج 10 مثلا بمليون مليون دينار، مليون درهم، اوكي، وجيت استوردها من مصر، المقابل هيكون ايه؟ هتقلل لي قد ايه في التكلفه؟ اولا انا التكلفه عندي بتبقى ارخص لاكتر من سبب. يعني احنا عندنا مثلا الايد العامله عندنا في مصر، لو احنا هنكمبير باماكن تانية او دول اوروبيه هنلاقي ان احنا ارخص. دي حاجه بتساعدني انا كمصنع كمستثمر في مصر ان انا اقدر استغل الفرق النسبه ده واقدر اصدر بره البلد. محتاج ايه في الصناعه هنا؟ يعني عايز صناعات مغذيه في ايه؟ والله بص سيادتك، احنا كل صناعه ليها أجزاء بتجيبها من بره. يعني على سبيل المثال أنا هتكلم عن الصناعة بتاعتي، إحنا عندنا التكييف المركزي فيه ثلاث عوامل رئيسية زي الموتور والمروحة والكويل. أنا الكويل بقدر أصنعه في مصر، بجيب الماتيريال من بره وبجيب وبصنع هنا في مصر، لكن مثلا ما عنديش مواتير تصنع في مصر، ما عنديش مراوح. فلو في شركة أو مصنع فتح في مصر للمراوح او للمواتير، ده هيخلي نسبه ال 20% توصل 50 و60 و70%. ايه اللي شجعني اتعاقد معاك وانا بعمل مشروع في الدول العربيه وما اخدش من دوله المنشا نفسها، المانيا، فرنسا، امريكا؟ انا بشوف ان الجزء ده يعتمد على كذا بند، يعني او كذا محور. اول حاجه هو السعر طبعا قبل اي حاجه، واحنا الحمد لله عندنا في مصر نقدر، يعني الايد العامله بالنسبه للدول الاوروبيه هي احسن شويه. تاني حاجة ان انا بقدم خدمة افتر سيلز، يعني حضرتك لما بتشتري مني المنتج بترجع تكلمني في اي مشكلة بتلاقيني عندك. طبعا الثقة في المنتج المحلي في الدول العربية موجودة،
ولكن احنا بنحاول دايما ان احنا يعني نستثمر فيها او نزودها. يعني صدرنا فين قبل كده؟ انا صدرت في ليبيا وصدرت في جنوب افريقيا، وحاليا عندي مشروع في السعوديه بتعاقد عليه. فاحنا بنحاول نتوغل يعني في توريد بس ولا توريد وتركيب؟ توريد 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 على حسب المشروع. يعني في ناس ممكن تروح تتنفذ المشروع بالكامل؟ بالضبط طبعا. تشاهدون بعد قليل. فريق الجدعان يلتقي المهندس أسامة زكريا مدير تطوير الأعمال في شركة الجيزة لصناعة الكابلات، والذي يعد من عمالقة غزو الأسواق الخارجية بمنتجات قطاع الكهرباء المصري. الآن تشاهدون فريق الجدعان يلتقي المهندس أسامة زكريا مدير تطوير الأعمال في شركة الجيزة لصناعة الكابلات، والذي يعد من عمالقة غزو الأسواق الخارجية بمنتجات قطاع الكهرباء المصري. لسه مع حضراتكم في اجتماعات ايجيبت باور شو، اللي بتستهدف تقديم الدعم والمساندة وفتح الأسواق العالمية لمنتجات الصناعات الكهربائية والكابلات. دلوقتي هنقابل المهندس أسامة زكريا مدير التسويق وتطوير الأعمال في شركة جيزة لصناعة الكابلات، وهم عمالقة في التصدير ووصلوا بمنتجاتهم لإنجلترا وبولندا والعراق ورواندا وكينيا وملاوي وكوت ديفوار وغيرها. وهيشرح لحضراتكم أسرار مهمة جدا لفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية. مهندس أسامة زكريا مدير التسويق ومدير تطوير الأعمال في شركة جيزة لصناعة الكابلات. تمام. خليني أبدأ مع حضرتك، تعرفنا يعني إيه جيزة لصناعة الكابلات، إحنا بنصنع إيه وبنقدم إيه للعالم كله، مش هقول لك بس دول أفريقيا أو دول عربية. ثانيا هندي درس هسألك عليه، بس نبدأ الأول يعني إيه جيزة لصناعة الكابلات؟ جيزة لصناعة الكابلات يعني أكثر من 31 سنة خبرة في إنتاج وتصنيع ومقاولات وتجارة الأدوات الكهربائية اللي هي أساسها الكابلات، الإكسسوارات الكهربائية، الإضاءة وغيره. تاني حاجة، الشركة ليها منتجاتها ممتازة وحصل على شهادات جودة من دول كتيرة في العالم، وبتصنع على أعلى مستوى. فده خليك إن أنت النهاردة منتجاتك موجودة في كل مكان، زي مثلا العاصمة الإدارية نسبة كبيرة جدا ما بين التحتية، أظن 70% توريد وتركيب الجيزة. خط ربط المصري السعودي احنا اللي بنقوم بتصنيعه وتنفيذه وتركيبه، وحاليا اول برج ركب الحمد لله من فترة. فده الخط اللي بيربط ما بين مصر والسعودية من اول مدينة بدر لغاية مدينة منورة. احنا بنصنع كل كابلات كل وتركيباته وتركيباته كمان. صح كده؟ تمام. حتى الكابلات بتاعت منع الحريق، حتى كابلات التليفونات. طبعا هنتكلم جهد متوسط ومنخفض وجهد عالي، وكابلات مقاومة الحريق، اسلاك تليفونية، اسلاك بتاعت اللي هي اللف المواتير والمحولات. دخلنا بقوة في الصادرات، يعني قطاع الكابلات طبعا بقى قطاع مشرف جدا في الصادرات المصرية. تمام. انت بتتكلم في فروع في حوالي 6-7 دول حاليا، تتكلم في تصدير، دخلنا في اوروبا، صدر لاسيا واوروبا وافريقيا، انت موجود في 3 قارات، ومنتجك بقى ينتشر وبتكسب عميل كل يوم. لما بتقعد مع عميل بتشرح له ايه؟ فدنا بقى كده عشان الناس تفهم ازاي نسوق منتجاتنا، ازاي نسوق مصانعنا، صناعتنا نسوقها ازاي. تمام. اول حاجه انت بتدرس البلد اللي جاي منها العميل، اولا ايه الاوضاع اللي فيها، سعر العمله عامله ازاي، اوضاع البلد فيها تضخم شكله عامل ازاي، البيع والشراء حركه السوق داخله ازاي. انت عارف اللي جاي وعارف بياناتهم طبعا. هو صح كده، المشترين المجلس بيبعت لك بيقول لك الشركه دي جاي من بلد كذا وادي الموقع بتاعها. فانت بتذاكر الشركه الاول، تذاكر القطاع اللي هي جايه منه، وقبلها بذاكر البلد بعرف الاوضاع اللي فيها ايه. القطاع اللي جاي منه الشركه ده قطاع عقارات، هل هو بتاجر، هل هو بيستورد بس، هل هو بيستورد مني بيدخل المنتج بلده ويدخل البلد تانية، في بعض الاحيان بيحصل كده. بعد كده لما بقعد معاه قبل ما ابيع له المنتج لازم ابيع له فكره. انا الاول انا مين، انا كشخص لازم يقتنع بيا كفكر، لان لو ما اقتنعش بيا ايا كان المنتج اللي انا ابيعه له هيقطع الورقه وبعد ما امشي ويسيب. صحيح. بعد كده ببيع له فكره الشركه نفسها. بعد كده بنتكلم بقى على التفاصيل، طيب انت بتورد في قد ايه، طاقتك الانتاجيه ازاي، لازم اكون جاهز بالارقام دي.
طاقتي الإنتاجية، ولازم أكون جايب له سابقة أعمال قريبة من طلباته. يعني جاهز لأي سؤال هيقوله أنتوا قاعدين. بحط الأسئلة قبل ما بقعد معاه. بتفترض. بفترض هيسأل في إيه، وطبعا بعد أعداد كتيرة بتعرف تقريبا معظم الأسئلة 90% منها بقى في دماغك. صحيح. بس لازم أكون مجهز له هو قبل ما أقعد معاه، عارف إنه عندي عايز إجابات على أسئلة في القطاع بتاعه. يعني افترض واحد شغال في المقاولات، عندك منتجات تنفعني، عندي 1 2 3، انت مذاكر بقى مستعد لي؟ اه مستعد. عندك سابقة اعمال في المجال ده، اوردنا في كذا وكذا وكذا، مش لسه هدور. ثاني يوم بتقوله تعالى زورني في مصنعي. لما يزورك في مصنعك ويشتري بعد ما اشترى فكرتك الاول واقتنع بيك واقتنع بالشركه، يجي لك. لما يجي لك بينبهر. عند الانبهار ده يقدر يتكلم في اي حاجه. بعد ما بيشوف الشركه وبيشوف المصنع وبيزوره، بيجي يقول لك بقى طب انا عندي الطلبيه دي، ممكن تسعرها؟ دي بتاخد وقت، تاخد يوم او يومين انك بتتذاكر، دي بلد تانية. صحيح. تمام. وبتذاكر ظروف الشحن والاسعار وسعر العمله وحاجات كتير قوي. وطبعا عندك منتج الرئيسي بتاعك الكابلات، مكونه الرئيسي نحاس، وده ليه بورصه، في سعره بيتغير كل شويه. صحيح. فبعد ما بتذاكر ده بتعمل بتبعت له عرض السعر، لكن نو واي في العشرين دقيقه او النص ساعه دول تقول له حاجه. قادرين نصنع المنتجات الكهربائيه والكابلات وغيرها من منتجات قطاع الصناعات الهندسيه، وننافس في اسواق العالم بالجوده والسعر، ونضاعف صادراتنا، بس نساند وندعم المصنعين. وبالمناسبة، صادرات قطاع الصناعات الكهربائية والكابلات تجاوزت لغاية النهاردة خلال العام الحالي حوالي 400 مليون دولار، يعني قطاع واعد جدا. وكل الدول اللي حوالينا زي العراق وسوريا والسودان وليبيا وفلسطين في أشد الحاجة للصناعة المصرية. تشاهدون في حلقة الجمعة. فريق الجدعان يكشف حكاية الشاب مصطفى القباني، مؤسس شركة بيك سكرابرز المتخصصة في تدوير المخلفات مثل الصفيح والحديد والنحاس والبلاستيك والكرتون وغيرها، حيث يشتريها بالكيلو من المواطنين بأسعار تصل إلى 400 ألف جنيه لطن النحاس الواحد، و90 ألف جنيه للكنز، و15 ألف جنيه للبلاستيك. فريق الجدعان يلتقي الدكتورة حنان كريمة، الشريك المؤسس لمجموعة محرز وكريمة لتصميم وتصنيع الأثاث بجودة عالية، والتي نجحت من خلالها في تقديم مجموعة متميزة سنوياً من الأثاث المصري، بالشراكة مع شريك حياتها الدكتور خالد محرز، الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية وخبير تصميم الأثاث المصري.